أنا من خلال تجربتي السابقة كنازح، أنا كنت نازح ساكن بخيمة، خيمة مثل هاي الخيم كمان اللي شايفينها وراي. للأسف هاي الخيمة ما كانت بتمنح أي شيء، مجرد غطاء بيحمي من السماء، أكثر من هيك ما كان بيحمي من شيء. حسيت بعد هالتجربة هاي إنه لازم أعمل شيء لهالناس المحتاجين. لهيك لما انضميت للإغاثة الإسلامية حسيت إنه هذا البيت فعلاً هو البيت الجميل اللي هدفه الأول والأخير مساعدة الناس المحتاجين في أي مكان. من خلال هذا العمل نحن قدرت ساعد الناس، كوني واحد منهم، عشت تجربتهم، قادر إنه قدر احتياجاتهم، قدر كيف بحسن بساعدهم. الإغاثة الإسلامية طبعاً كانت ناجحة جداً بهذا المجال، ناجحة بالوصول لقلوب الناس قبل ما توصل المساعدة إلهم. العمل الإنساني بشكل عام هو عمل رائع، وعمل بيخليني أحس إنه فعلاً إنه أنا إنسان قادر قدم شيء لهالناس المحتاجين، قادر عبر عن شيء جواتي، قادر إنه ما أشوف إنسان فقير، إنسان محتاج أنا ماني قادر أعمل له شيء. أتمنى من كل الداعمين اللي عم بيقوموا بدعم الإغاثة الإسلامية دعم للاستمرار في مساعدة الناس، لأنه من خلال جولاتنا ومن خلال تقييم الاحتياجات اللي عم بقوم فيها الناس بحاجة ماسة، الناس لساتهم بحاجة ماسة، عندهم أمل بالحياة، ونحن واجبنا في الإغاثة الإسلامية وواجبنا بالعمل الإنساني أن نقدم لهم هالمساعدة ليستمروا بحياتهم.